انت بتتكلم عن نهائي افريقيا، تعالى بقى اوريك هدفين حلوين على طريقه القضية ممكن على يعني اللاعب بلال عطيه، وهو من اللاعبين المميزين. دي مباراه سابقه بين مباراه الاهلي والزمالك في البراعم، تعالوا نشوف مع بعض الهدفين على طريقه القضية ممكن. هدفين ولا اروع، هدفين حلوين جدا. بالمناسبه اللاعب بلال عطيه ده من اللاعبين المميزين جدا في فريق 2008، ومن اللاعبين ان شاء الله اللي هتسمعوهم بعد كده في الفريق الاول. هدفين حلوين، القضيه ممكن موجوده في كل اجيال النادي الاهلي.